السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات. اليوم غادي نصايب معكم الذره، ان شاء الله الذره مقرمشه. غادي نقليها باش تجيني مقرمشه هكذايا مزيانه، تيبغيوها الدراري، تيبغيوها كبار وصغار وكلشي. انا هذه كنت شريت منها كيلو ودرتها، درتها في طيبتها ودرت ما من فنين طابت، خليتها طابت مزيان. شوفوا كيفاش ولات دايره، شو ولات منفوخه. خليتها كل مره تنقول نديرها، كل مره تنقول نصايبها. المهم دابا غادي نقليها ان شاء الله وتشوفوا واش غادي ندير معاها باش تجي مقرمشه وزوينه. اوكي، دابا ان شاء الله. دابا انا كنت مرقداها في سميتو الخل والملحه والماء، ومخليها فيهم عقماها ومخليها مسدوده باش ما تفسدش. نوريكم كيفاش. هاهي شتو انا دايره هنايا ودايره في هذه القرعه هذه اللي كتكون معقمه، وكنخليها كنديرها في الثلاجه. واللي ما بغاش يديرها في الثلاجه بلاش. المهم دابا غندوزو للمراحل ان شاء الله، تبعوا معايا. ناخذوا هذا الكو هذا نديرو فيه هذه الكاسونه دي، غادي نقلي فيها هادشي. دابا غادي ندير معلقه ديال التحميره او الفلفل، فلفل ماشي حار، فلفل حلو او باربيكان. ها هي نزيد واحد شويه، ها هي خبيزه كامله. غندير شويه ديال الكمون، معلقه كبيره صغيره هاك زعما معلقه عامره. نزيد شويه دير معاها شويه سكينجبير او اي شويه، ماشي بزاف، هذا غادي نقص منها غير ربع معلقه. شويه ديال البزار او الفلفل الاسود، شويه ديال قرفه، ومعلقه صغيره ديال خرقوم ديال العواد كيعطينا اللون هكذا. دابا غادي ناخد هاد المعلقه هادي كبيره شويه، غنهز بها هاد السميده رقيقه ديال السميده رقيقه بزاف ديال الحرشه. ها هي كنخلطوها. انا حيت عندي دابا يا هاد السميده هادي او دقيق الصلب كيف ما بغيتو تقولوا لي قولوا لي، انا حيت ما عنديش. وما راه كديري سميتو هذاك دقيق ديال الذره كيجي مزيان هكذا. كنخلطو كلشي مزيان في هاد الاثناء هادي. غادي نرد هادي تسخن، نبقى نقلب في هذه مزيان حتى تدخل هادشي العناصر كلها تنسجم مع بعضياتها. اللي بغيها تيبغيها حاره يدير شويه ديال الهريسه، ولا يدير فلفل داك
الحار داير بحال التحميره نسيت على سميتو هكذا كنخلطو مزيان كنبغي نغطي يديا ما كنعرفش نشقى وكميمي هابطين مشكله هاد دابا ملي تتسخن مزيان تنديرو الزيت هكذا صافي نخليوه حتى يغلى مزيان دابا من بعد ما غلات الزيت مزيان باش عرفتها بانها غلات رميت حبه في وسط الزيت بحال هكذا هانتوما سمعتوا هاد صافي دابا يا راه صاوبات مزيان ما نسيتش نقول لكم بان ما درتش الملحه ما درتش فيها الملحه لان هي اصلا كانت مرقده في الملحه والخل داكشي علاش ما غاديش ندير الملح دابا غندوز هاد هادا غندوزها هنا بحال هكدا ناخدي الحبيبات نخلي داكشي يطيح من تحت ماشي مشكل ضروري خصنا نغطيوها لانها كتولي ترطق وكتبقى طاير هذا غنديرو هكذا غنقلل البوطه بحال هكذا صافي ونخليها دابا غنحاول عاوتاني نوجد هذا نحاول نوجد هذا شويه من نفسه ودابا من بعد ما ساليت قليتها وساليت ها هي كما كتشوفوها سخونه شفتوها هانتو سمعت التقرميشة ديالها سمعتوها يلا نوضي ديروها الصراحه كتجي زوينه بزاف وبنينه ولذيذه انا حطيت معاها شويه ديال الملحه حيت كاين اللي كيبغيو يزيدوا شويه ديال الملحه ولكن الصراحه رجعت الملحه هي هذيك لان اصلا خصنا نقص شويه من الملحه ولكن رغم ذلك راه هي مالحه لان كانت مرقده في الملح وكاين اللي كيزيد تيبغي يزيد الملحه حطيت ليهم الملحه باش اللي بغى يزيد شي شويه يزيدها بالنسبه للكبار اما بالنسبه للصغار ما غنزيدهم حتى شي حاجه شتوها صراحه نشوف سخونه بزاف وهذا هو هذا ديال اليوم هاد الفكره اللي درت لكم اليوم وان شاء الله كاين مازال المزيد ان شاء الله نتابعوني ان شاء الله وغادي نوريكم اي حاجه غادي نوريكم وقناتي راه ماشي محدوده يعني ماشي عندها غير مثلا في مجال الطبخ اولا مجال شي حاجه راها متنوعه يعني من كل حاجه غادي ندير منها
غنزل منها الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأشكركم على المتابعة.